للمزيد حول النتائج اجتماعات البنوك المركزية وحركة أزواج الدولار ينضم إلينا من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. أحمد أهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا. بداية، هل نستطيع القول بأنه سيكون لنا إشارة حاسمة من قبل جيروم باول يوم الأربعاء حول ما إذا كان الفيدرالي بالفعل سيخفض الفائدة في سبتمبر؟ هل تعتقد بأنه سيكون الكوميونيكيشن واضح من قبل جيروم باول بأنه الفيدرالي متجه لأول خفض في اجتماع سبتمبر، أم سيترك الفيدرالي الأمور نوعا ما غامضة لإفساح المجال له لأن يكون فلكسبل ومرن أكثر عندما يعود في سبتمبر بعد أكثر من شهر ونصف؟ مساء الخير ناصر، شكرا للإستضافة. يمكن الإشارة تكون إشارة غير مباشرة، يمكن الأسواق تنتظر توقعات الفيدرالي الأمريكي حول قراءة التضخم، فيما لو أشار الفيدرالي الأمريكي بأن قراءة التضخم القادمة قد تكون مستقرة، فعلى ما أعتقد هي إشارة قد تكون غير مباشرة من الفيدرالي الأمريكي بأنه فعلاً شهر 9 سوف يكون هو بدأ عمليات تخفيض أسعار الفائدة. يمكن لو اقتبست جملة من جيروم باول في الفترة الماضية قد ذكر بأنه لن يكون هناك أي دليل واضح أو إشارة واضحة من الفيدرالي الأمريكي حول إشارات على تخفيض أسعار الفائدة القادمة، فبالتالي الأسواق قد تنتظر أي إشارة غير مباشرة، يمكن أكثر حتى من الإشارات المباشرة. يمكن تعتقد بأن الإشارات غير مباشرة يمكن هي الأساس وهي ما قد تعتقد الأسواق في الفترة القادمة. ما أخشاه هنا ناصر هو مبالغة الأسواق في الفترة القادمة بالنسبة لتخفيضات أسعار الفائدة. يمكن سبتمبر باتت واضحة بأن الفيدرالي الأمريكي خاصة مع قراءات أو حتى إمكانية الوصول للسوفت لاندينج 2.8% بالنسبة لقراءة الناتج المحلي الإجمالي تعطي الارتياح بالنسبة للفيدرالي الأمريكي بالاستمرار أو البقاء على أسعار الفائدة الحالية ومتابعة الأرقام الاقتصادية لشهر سبتمبر، خاصة بأنه PCE أو مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي يتباطأ إلى 2.5%، مؤشر أسعار المستهلكين عند 3%، فبالتالي المعطيات جميعها تشير بأن إمكانية شهر 9 قد تكون واردة. لذلك أعتقد بأن قد تكون الإشارة غير مباشرة من جيروم باول للأسواق بأن فعلا قد يكون شهر 9 هو الموعد لتخفيض أسعار الفائدة بالإشارة للبيانات الاقتصادية. الإشارة المباشرة بكل تأكيد كل اجتماع على حدة كما عتبنا من جيروم باول ومتابعة الأرقام الاقتصادية. طب هل بنك إنجلترا سيخفض الفائدة في اجتماع الأول من أغسطس أم يترك الأمر لاجتماع مقبل، يترك الأمر لتحرك الفيدرالي أولا لربما؟ اليوم الاسترليني كنا قبل أسبوعين شهدنا عند أعلى مستوياته أمام الدولار في عام فوق الدولار 30، اليوم شهدنا يقترب من الدولار 28، بالتالي لربما هناك تجاذبات حول وعدم وضوح ما إذا كان بالفعل بنك إنجلترا سيقدم على هذه الخطوة بعد أيام. يمكن ناصر الانقسام حاليا في الأسواق والانقسام ايضا في مجلس بنك انجلترا. الانقسام بالاسواق يمكن ما يقارب 45% توقع لتخفيض اسعار الفائده. الاعضاء بنك انجلترا ايضا لا اشارات واضحه بالنسبه للحركه التاليه، لكن عندما ننظر الى البيانات الاقتصاديه 2% بالنسبة للإنفليشن أو بالنسبة للتضخم، المخاوف فقط تكمن في تضخم الخدمات والإنفاق في بريطانيا هي مرتفعة، فبالتالي قد يكون هناك انعكاس على التوقعات القادمة بالنسبة للتضخم بإمكانية ارتفاع التضخم في الفترة القادمة. بالتالي أعتقد بأن تخفيض أسعار الفائدة مع نبرة قد تكون بعض الشيء حيادية بالنسبة لبنك إنجلترا بأن ليس هناك دورة مستدامة بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة، فبالتالي أميل إلى تخفيض أسعار الفائدة مع نبرة قد تكون بعض الشيء حيادية بالنسبة لبنك إنجلترا. كل المعطيات الاقتصادية أو الأرقام الاقتصادية فيما لو يخفض أسعار الفائدة بنك إنجلترا في الاجتماع القادم فمتى سيخفض؟ أعتقد بأنه الفرصة مناسبة وقد حانت بالنسبة لبنك إنجلترا. أحمد أخيرا، بالنسبة للبنك المركزي الياباني هذا الاجتماع أكيد سيشدد السياسة النقدية، ولكن هل سيشددها من حيث رفع الفائدة أم سينتظر الفيدرالي ويقوم هذه المرة بتقليص مشترياته من السندات؟ يمكن حاليا ناصر شهر ونصف لم نسمع أي حديث من كازو أويدا أو أعضاء بنك اليابان حول السياسة النقدية، لكن أميل إلى رفع أسعار الفائدة من ناحية تقليص برنامج السندات من 6 تريليون ين
إلى 5 تريليون ين. هي إشارتين على ما أعتقد قد تكون تشددية بشكل كبير جدا على اقتصاد اعتاد التسهيل في الفترة الماضية، لكن هي الفترة الحالية قد تكون جيدة جدا بالنسبة لبنك اليابان للتدخل، خاصة مع سعر صرف الين الذي قد تقدم في الفترة الماضية والذي قد تعافى بعض الشيء في الفترة القادمة. فهي قد تكون سياسة بعض الشيء المشي على حبل رفيع بالنسبة لبنك اليابان بأن يتجه إلى تجديد السياسة النقدية، وذكر بأن لن يكون هناك إشارات بالنسبة أو لن يكون هناك التشدد دافع عبر ضعف الين الياباني، بالتالي أميل إلى أن يكون هناك رفع أسعار الفائدة وتغيير برنامج شراء السندات بالنسبة لبنك اليابان في الاجتماع القادم. شكرا لك أحمد عزام، محلل مالي أول في مجموعة إكويتي، أهلا بك.